المبادرة هذه وهذه الالتفاتة الطيبة ما هي إلا سمة، وهي همزة وصل بين جميع القطاعات، قطاع الشؤون الدينية، قطاع وزارة الداخلية، وقطاع المصالح الأمنية، الحماية المدنية، لا لشيء وإنما لخدمة المجتمع والمجتمع المدني، ولا لشيء وإنما لخدمة الوطن عامة. قامت جمعية أبناء الأخوين بتنظيم هذه المبادرة بالتنسيق مع بلدية الغزوات، بتكريم أئمة إقليم مدينة الغزوات، كل مساجد حوالي 30 إمام، ومركز سبل الخيرات 4 أشخاص، وكرمت أيضا أمن دائرة الغزوات الصاهر على أمن مدينة على أمن هذه المدينة، وكرمنا أيضا وحدة الحماية المدنية. هذا الحفل الكريم والبهيج الذي قمنا به لفائدة الأئمة تكريما على مجهوداتهم الجبارة التي قاموا بها في طيلة شهر رمضان الكريم، خاصة في صلاة التراويح وفي هذه الظروف التي هي شوية راهي مزيرة على هذا الوباء الكوفيد 19. الحمد لله يا ربنا يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء، وأشكر الأئمة على حضورهم، وأشكر كل من ساهم في هذه المبادرة القيمة.